صراحة الباسكت بول بلشت كصدفة، يعني كنت ألعب فوتبول أنا وصغيرة، بس بلبنان ما كان في فوتبول، سو أهلي قالوا لي نقي شي تاني. يعني أنا حطيت سلة بالبيت، ما كنت لعب مع فريق ولا شي، وبعدين رحت باسكت بول كان بأمريكا، وعرفت أنا وهونيك إنه الكوتشي عم بيقولوا لي حرام تبقى بلبنان، لازم كان عمري 14، كنت متطورة أكتر تبقى بلبنان، وقررت سافر على أمريكا وألعب هونيك جامعات وهاي سكول. I think if you're disciplined and unselfish and willing to put in work you will be a great athlete. يعني ما حدا في وقفي. أنا شي تعلمته من الكاريير تبعي إنه to keep my circle small، يعني رفقاتي على الملعب أكيد رفقاتي على الملعب ما التيم ميتس، بس العالم ده بوش مي هن عائلتي، أختي، أمي، بي. So this is the best thing تعلمته من الاكسبيرينس تبع إنه خلي السيركل تبعي كتير small، وثق بالعالم مثلا أهلي أكتر من العالم اللي حواليه.